تنقلي في المحافل لدى الدول المجاورة لأمريكا وأوروبا أيضا، بالإضافة لمشاركتي في العديد من المعارض والمسابقات أثناء فترة دراستي في أمريكا. حصلت على عدة جوائز، وحصلت كذلك على المركز الأول في العديد من المسابقات العالمية. في عام 2018 أصبحت مسؤولة لجنة تحكيم جميع المؤسسات الفنية في إقليم خيبر الباكستاني، الأمر الذي أفخر به جدا. كنت حينها أصغر حكم باكستاني. تشكيل وتصميم المجسمات يفوق محبتي لبقية الفنون، فبالرغم من أن تشكيل المجسمات يحتاج إلى طاقة كبيرة وجهد، إلا أنه يبقى الفن الذي أفضله. فتشكيل المجسمات يحتاج منك العمل وكأنك عامل بناء، من خلط المواد وعجنها إلى آخره. ولكي تنتج تصميما جميلا فأنت تحتاج أيضا بالإضافة إلى ذلك للمعرفة بأنواع المواد، والأهم الحس الفني الذي لابد أن يتوفر لديك كي تنتج شكلا أو تصميما جميلا. إلى جانب ذلك أحب الرسم، فأنا أحب الألوان جدا. بالنسبة للرسم أحب أن أؤكد بأن الفنانين أو الرسامين في باكستان يواجهون صعوبة في نشر رسومهم وفنونهم، فالكثير لا يفهم الفن الحديث. لذلك ترى أن الرسم في باكستان متوقف عند مرحلة معينة، القليل فقط لديه المعرفة بالفنون العالمية. يوجد الكثير من المدعين الذين يرسمون رسومات لا معنى لها ويدعون بأنها فن أو رسم. الرسم الحقيقي يبدأ بمعرفتك بالفن وبأصوله، ومن ثم يتطور رسمك ليصبح رسومات ذات معنى ورسالة. المرحلة الأعلى من ذلك تأتي بأن يطوي الفنان على رسمته المشاعر التي يريد أن يبرزها في رسمته. هذه المفاهيم نادرة الوجود هنا في باكستان، ولن أكون مبالغة إن قلت إن هذه المفاهيم نادرة كذلك في الكثير من الدول. السلم التعليمي للفن هنا ينقصه الكثير، هذه المشكلة الأولى. أما المشكلة الثانية تأتي في تنسيق الألوان والدقة في الرسم. الزبون يريد رسمة باللون الفلاني، الرسام سيسلمه رسمة باللون الذي طلبه، وإن كانت الرسمة أو الزخرفة خالية من الحس الفني السليم، إلا أنها ستلقى إقبالا طالما أن الرسام قد أطلق على نفسه اسم رسام. هذا يؤدي لاختلال في توازن النسق العام لمنظر البيت أو المكان الذي تعلق فيه هذه الرسمة. هنا أيضا يلام الزبون الذي يريد رسمة بلون معين مهما كان ليعلقها في بيته أو مكتبه أو أي مكان، ما سيؤدي في النهاية إلى منظر غير متناسق وألوان غير متناسقة. هناك أمر أحب أن أذكره هنا. في المعارض التي أقوم بها حين يسألني أحدهم ما الذي رسمتيه أو ماذا تعني هذه الرسمة مثلا، يكون جوابي بأني لو استطعت أن أعبر عما بداخلي بلساني لما رسمت هذه الرسمة. هذه الرسمة تحكي بنفسها عن نفسها. الكلام يعبر عن الأدباء أو الشعراء، أما أنا فتعبيري يكون من خلال رسومي، فأترك التعبير للرسمة ولكل من يشاهدها أن يفهمها بطريقته. كل سيفهمها من خلال ما تلامسه هذه الرسمة في نفسه. الرسم لابد أن يلامس الروح، وما يلامس الروح بالنسبة لي أنا لا أستطيع أن أعبر عنه بلساني. أول مجسم أصممه كان من صابونة. وأنا صغيرة كنا نشتري الصابون المحلي وهو صابون كبير الحجم. بدأت بتشكيل الصابون والنقش عليه. أذكر أنني صممت شكل حصان من الصابونة. بدأت أتخيل شكل الحصان وأبعاده وأنقل ما بذاكرتي، وهكذا. هكذا بدأت هوايتي التي أصبحت حرفتي فيما بعد بتشكيل المجسمات. وبعد ذلك بدأت بتصميم أشكال بشكل احترافي تدريج حتى وصلت لهذه المرحلة، حتى أنني كسرت رقما قياسيا في أحد المعارض بلاهور بعدد المجسمات التي شكلتها في عام 2010.